زعيم المناضلين سي زيطوط، كنا نعرف ولكن لم نكن نعرف أنه توفيق حضر اجتماع مجلس الأمن. توفيق عنده تليفون ثورية في الحبس، داكور في الحبس، تليفون ثورية تاع الروس، ثورية تاع الروس يا كافي، ثورية وموتورولا ما فيهش معاك موتور، راك عند الماريكان. توفيق هذا اللي كان يقول عليه زيطوط بلي كان في الحبس وضربوه تكسرت يده وكبر يضرب فيه بالكف ويعطيه في الصبة، ما نعرف ما فهمتش مش كومبرون با. ويحضر مسلمين مكتفين وش نقريحة سمعوش يحكيو عليه على الراس المربى خلاص. قالوا وش نقريحة من اللي حكم ضعف ولا ضعيف ماشي من السن، الزوج بمرأة تانية ما نعرف وين دارت له السحور، ومجاهد قال له روح يرقي هو ما حبش يروح يرقي. هذا زيطوط يهضر يقرا في رابور، ما يحشمش يقرا في شي هذا الشعب، ما يحشمش اللي روح ترقي والدمرة تانية سحرته مي هذا قرميت هذا مي يعرف كل شيء هذا ميسي انكروايا بلده بون مسحور. ومجاهد قالوا راح ترقي ما حبش راح يرقي وبطل ما يحبش الرقية. ما هيكوتو كاين لك اسمه هذاك كاين اسمه جعفرة والشنفرة وهذاك الاخر هذاك بو الحياة هذاك الكونار هذاك اسمه تاع النهار هذاك نسيت ربو كاع. بلاف هادي يقرا فيها على الناس وخلينا من هذوك حكايات هذاك تنحى وهذاك دار وهذاك 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 وهذاك. درك نوليو لب الموضوع. كاينه حاجه شميس ويعطيكم الصحه الله يظلمها في وجوه السيدي يقول رضي الله عنه دوغول على بالو باللي كيمد لوتونومي دو فاساد للجزائر ما عندوش الامكانيات الاقتصاديه والماليه هذاك الوقت باش يمنع امريكا خاصه انها تستثمر في الجزائر وتدي له الجزائر، يعني يكون غزو اقتصادي. على هذه كان الاختيار على بن بلا من اجل الاتجاه كما نقولوا احنا المشروع السوسيال كوميونيست، ومن بعد بومدين بيان سور للتواصل. صافي دير دو غول خبى نوعا ما الجزائر من الماريكان ومن الانجليز، خباها سو لا بانيير نتاع الاشتراكيه اللي كانت تمارسها الجزائر بيان سور مع حفظ مصالح فرنسا. المهم الاتجاه الاشتراكي دونك دخلنا في القضيه هذه، طاحت الجزائر في حجر الروس بيان سور، علاقه مع الروس ثاني وماشي غير مع الروس، مع لي بيي تاع الشرق كانت قضيه دراهم وسلاح، كانت الجزائر تشري من لا بلغاري تشري لي روس نيتي با فريمون انفيستي في لا ريفولوسيون الجيريان سيتي جوست دي فورنيسور. بون دونك مشات الحكايه. بون خلينا هذا ثاني موضوع ندخلوا فيه، نلحقوا البوتفليقه. بوتفليقه باش ما نكذبوش كلب بن كلب، شماته رخيص توسكو فولي بصح ولد هذيك اللي ما نسميهاش يعرف لها. بوتفليقه نا جامي فولو بيردر ses liens avec la Russie. Pour lui, c'était un cursus de négociation, parce que c'est un fin diplomate. Il a ça, essayé de manipuler l'armée, mais en la préservant. Parce que là, le lien entre Zahir et la Soviet, c'est le Djish. Bark. الأوائل الأخيرة
كلش يمشي على ما يرام. بدات بعض لي مانيبيولاسيون او نيفو دو لا ديفونس. بكري كانوا 95% تاع لي فورماسيون يصراو في الروس تاع الضباط الصغار، بون الكبار سي ديفيرسيفي. بدا الاتجاه يتغير، الاتجاه يتغير، يبعثوا شويه لفرنسا ضباط صغار اكسيتيرا دون دومين انفورماتيك دون لي تكنيك اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك السياسه بدات تميل لا نوفيل بوليتيك. maintenant سي ديتروير الجيش الوطني الشعبي، يفوك نكسروا هذه المؤسسه، وكي نكسروها نكسروا برينسيبالمون الضباط السامون الكبار والجنرالات اللي داروا بلوزيور فورماسيون في لا روسي، لانه درك الغرب وعلى راسه الاستعمار ماهمش يحسبوا على الجزائر، يحسبوا على الجزائر بحكم التسليح نتاعها انها قاعده خلفيه للسوفييت في حاله ان كونفلي يقدر يكون عسكري في المرحله القادمه، يعني العشريه ولا العشرين سنه القادمه. لازم تولي روسيا محال تعتبر الجزائر كقاعده احتماليه لانطلاق قوات روسيا. الروس على بالهم بالموضوع هذا لكن يسانفيستيس با ترو فيه، وهذا باين عليه لضعف الامكانيات الماديه نتاعهم، وحتى انهم هما كوني ديجاجيو اطارات بزاف يخدموا على الانترناسيونال راح يكون عندهم ضعف في الداخل، لانه الداخل تاعهم الى با فريمون ستابيليزي. دونك تدمير الجيش هو تو سامبلومون لغلق المجال للسوفييت في حاله ان كونفلي بين القطبين، القطب بيان سور الغربي على راسه امريكا واوروبا، والقطب الاسيوي الشرقي على راسه الروس عسكريا واقتصاديا على راسه لاشين. دونك لو كوبل سينو روس une fois qu'il est vraiment bien structuré devient une menace. Surtout que la Chine elle investit partout en Afrique maintenant, mais c'est des investissements économiques. Et la Russie elle est en train d'envahir l'Afrique ou de se positionner en Afrique sur le plan militaire. Je vois en Afrique centrale, en Mali, en Libye, il y a beaucoup de conflits, en Mozambique, fait partout. هذه قضية تدمير الجيش. من وسائل تدمير الجيش هي بيان سور الدولة لا سوتريتانت انتع الماريكان تركيا. علاش؟ لانه تركيا تتبنى كل الحركات الاسلامية المضادة للانظمة نتاعها، من حركة النهضة لرشاد عندنا احنا، الغدوة الفيسكوني عاود يحيى، المقري الجاب الله البس عراقية وقندورة دير طرف الحياة، تركيا هنا تفينونسيك تعطيك المعلومات تخدم معك تمانيبوليك، سي ان غران بيي ما نكذبوش.